طب دكتور معلش، هي في دايرة كده مغلقة بيمر بيها بعض الناس، ليها علاقة بإنه بيخاف وبعدين يرجع يلوم نفسه ويقول إن هو لو عنده إيمان كافي المفروض إن هو ما يخافش، وبعدين يرجع يخاف، وبعدين يرجع يزعل من نفسه قوي إن هو خايف، فيضاف على شعور الخوف شعور باللوم الفظيع للنفس. الدايرة دي الإنسان البسيط العادي جدا اللي يعني تعليمه على قده إزاي يعدي منها؟ يعني عجبني قوي السؤال لانه بيعبر عن الحقيقة وبيعبر عن مشكلة في التعليم الى حد ما، ان احنا بنتخيل انه الانسان المؤمن او الانسان الذي يعرف الله او اولاد ربنا ايا كان التعبير اللي بنستخدمه عن من له علاقة بالله، من يعني يشكل الله قيمة كبيرة أو أهمية كبيرة في حياته، بتدور حياته حوالين الله، الشخص اللي بيبقى كده مفروض ما يخافش، مفروض ما يغضبش، مفروض ما يحزنش إن أنا ما أفقد حد عزيز عليا. المؤمن الحلو كده الذي يعرف ربنا لا ما يحزنش، لا تحزنوا كالباقين، يعني ايه ان الناس بتبكي انا بزغرط؟ هو ده المؤمن، كلام خيبان، كلام غير حقيقي. المسيح نفسه بكى على العذر، يعني المسألة ده يعني ده من اروع الامور اللي بتظهر انسانية الانسان، هو الدموع، ان انا بتألم وان انا ببكي، ولما بفقد حد بتألم عليه، ده انا لو ما تألمتش عندي على مشكلة، هذا الشخص عندي مشكلة، وهنا هبص لنفسي واقول انا ايه، انا قلبي ده حجر، فالطبيعي ان انا احزن، طبيعي ان انا اغضب لما يبقى في حد بيعمل طغيان عليا وبيهني وبيجرحني ومش بيحقق توقعاتي في مكانها مع هذا الانسان، ان انا اغضب وارفض. السيد المسيح لما جه هذا العبد وضربه بالقلم قال له قال له ماذا تضربني؟ ما تمدش ايدك عليا، انا ما قلتش حاجه غلط، لو قلت حاجه غلط قول لي انا قلت ايه. الحاجه اللي يعني احنا يمكن لو عملناها نقول لا لا لا، المفروض الواحد يبقى مؤمن احسن من كده واديله الوجه الثاني، اوقات بدي الوجه الثاني، لكن لازم اقيم الامر الاول بالظبط، وفي لحظات معينه ادي الخد التاني، وفي لحظات معينة أقول له لأ اللي أنت بتعمله ده مش مقبول. إذن الخوف شعور نفس طبيعي. الحكاية في الخوف، الخوف شيء طبيعي وشيء جميل، والله وضعه في داخلنا لغرض معين، لهدف معين. الإنسان الذي لا يخاف هو الشخص اللي بيعاني من ذهان، ولا عنده فصام، عنده مشاكل نفسية ضخمة، الشخص اللي هو بيتحط في موقف مخيف ولا يخاف ده محتاج عنده مشكلة. علاج. طبيعي ان انا اخاف لما ابقى داخل غابة فيها وحوش، ولا داخل شارع ضلمة ولا بتاع، طبيعي ان انا اخاف، فخوفي ده يخليني اكثر حرص ان انا اخد بالي، ان انا ما ادخلش المكان ده لوحدي، ان انا امشي من سكة تاني تبقى فيها نور اكتر. فالخوف ده اداة لاعادة تقييم حياة الانسان، فانا خايف من كورونا.